علي بن حمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الوالد ياسر إليك تقول لي قصة من سفرك في الخارج. ما سفر، أنا سفر شيابي. شيابك ما شاء الله سوي. تفضل. أحيدهم. تفضل. مو تتذكر سيارين سنة 74 هجري. نزيل سنة 74 هجري رايحين عقب الإمام الخليل بسنة عني توفى. نزيل سكنوا الفردوس. هين ساروا؟ ساروا الحق. الحق كيف كانت سفرتهم؟ سفرتهم مهنة علي بن حمود القصابي. جميل. عيسى بن مطر الزكواني. زاهر بن علي. بن علي إسماعيلي. إسماعيلي. جمعة بن سعيد الحقاني. جميل. عبد الله بن ناصر توبي. أها. هذا استأجروا مهنة عبر مير. نعم. إلى مسقط. زين. وعبروا. وأبوي وأبي ناصر بن ياسر نبي يوم سليماني. نعم. عبروا هالي لو استأجروا مهنة مسعال. أها. عبروا واحد من دارس. ما أدري كم ممكن ثلاث عبرات. ما شاء الله. حمير حمير. كم كانت المدة يعني لما يخرج الواحد منها من نزوة إلى مكة؟ كم يأخذه تقريبا؟ واجد يأخذ. بعدين هم ما ينمر استأجروا إلى البحرين. إلى البحرين. في البحرين سبعة أيام. لما بقوا على يرحلوا من البحرين. صاروا على السعودية استأجروا ريل وركبوا ريل. نعم. ريل هذا علي بن حمود جاي قحم رجله قصة. أو شوف لا حول ولا قوة. قصة من مهنة ومن خف. إنزين. وخليه عاد في البحرين. سبحان الله تعالى. على جيتهم من حق رجعوا له. عادوا وجابوه هنا. نعم. كذا جزاك الله خير بارك الله فيك. يمكن لبث تقريبا ثلاثة أشهر إنه أربعة. نعم ما شاء الله هي مدة. الحمد لله. الحمد لله اليوم الله ييسر الوسائل. آمين بارك الله فيك. الله يسعدك.